عندما نشرع قوانين وأنظمة لخراب المجتمع هذا مرفوض بتاتا يا معالي الرئيس، وهذا القانون يدمر الأسرة البحرينية يا معالي الرئيس، واحنا اللي نطالب فيه الحفاظ على تماسك الأسرة البحرينية. الشق الجنائي احنا مع القانون في الشق الجنائي، ولكن الأمور البسيطة يجب أن لا توصل للمحاكم ولا توصل إلى مراكز العنف الأسري، فيجب أن يكون هناك تفريق ما بين هذين الجانبين معالي الرئيس. ونتمنى نسمع معالي الوزير كم مركز موجود للعنف الأسري، كم وصلت الحالات، وكم حالة وصلت المحكمة، وكم حالة رصدت معالي الرئيس. المبلغ العدد اللي نسمعه 3017 هاي مبلغ مهول، يعني صارت ظاهرة معالي الرئيس. والمجتمع البحريني هذه مو بأطباعه ولا عاداته ولا تقاليده. شكرا معالي الرئيس. نتكلم عن قانون صدر في 2015، وطبعا صدر اولا اقر من السلطه التشريعيه وصدر جلاله الملك، فاعتقد ينزه القوانين اللي تمر على السلطه التشريعيه ان توصف بالتفاهه. هذا القانون 2015. بالنسبه للموضوع يعني سعاده النائب ذهب بعيدا في حديثه عن الموضوع هذا. الماده اللي امامنا حاليا تتكلم عن حاله معينه، التبليغ في حالة وجود واقعة عنف أسري في بالنسبة أي مكلف بالتبليغ بأي جهة من الجهات. حصل طفل يا المدرسة عليه آثار ضرب ولا كذا يجب أن يبلغ، طبيب وجد المراجع عليه آثار ضرب ولا خلاف ذلك كعنف أيضا بشرط أن يكون أسري يعني من ضمن الأسرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يوصل الامتناع عن التبليغ بواقعة عنف أسري نشأ عنها وفاة، يعني ممكن أن أنت هني سلمك الله كان أنت ممكن أن يصل العنف إلى حد وفاة المجنى عليه. ألا يكون من واجب المكلف أن يبلغ عن هذه الحالة حماية لحقه، ولا بضيع الحقوق معالي الرئيس؟ يعني مع مداخلة الأخ أحمد ذهبت بعيدا في التوصيف. أعتقد بالعكس، قانون إنساني، المادة إنسانيا صحيحة، قانونيا صحيحة، يعني عقلا وفهما صحيحة. يعني واحد مجني عليه بيوصل إلى مستشفى على سبيل المثال، نضرب المثال هذا ونبسط الأمر، يذهب إلى المستشفى على سبيل المثال ولا يبلغ، حقه بيهدر، لكن لما يبلغ حقه محفوظ. بعدين الفصل الذي أقر فيه هذا القانون، قانون الحماية من العنف الأسري، الفصل كان الأخ أحمد عضو فيه، هذا الفصل الرابع 2015، وهذا القانون من القوانين اللي صوت عليه الأخ أحمد الموافقة. شكرا مع الرئيس. شكرا سعادة الوزير. آخر مداخلة سعادة رئيس اللجنة.